مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. السلام عليكم. اليوم غنبارطاجي معكم واحد الحلوة سهلة ودغية كتوجد كتجي لذيذة. كنحتاجو جوج بيضات بالنسبة للمقادير، أنا كاتباهم ليكم. جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيدة، خمارة وفانيا، وغنحتاجو 6 معالق ديال الدقيق الفورص. هنا غادي يعطينا واحد الكمية لا بأس بها، حيت هي كتجيش ما كتجيش منفوخة، ما كتجيش زعما كبيرة. ناخدو هاد المول ديال الزاج، هاد المول حيت هي كتجي في هاد المول، ولا عندكم طاوة عادية ديروها تكون دائرية. صافي، غادي نحاولو تسرحو هداك الخليط ديالكم يتسرح، حيت ضروري تسرحوه حيت هي كتجي رقيقة. من بعد غادي تنفخ واحد شوية. غتاخدو بنانة تقطعوها من الفوق وتدخلوها للفرن، وبالصحة والراحة. ملي كنخرجوها من الفران كتكون على هاد الشكل هذا. غادي ندهنها بالعسل، كتجي هاد الطريقة اللي درتوها غادي تعجبكم. المهم الا جربتوها كتبوا لي في لي كومونتير، كتجي لذيذة. غناخد العسل وهي سخونة حتى غيدوب ليا ديك الساعة، غنحاول ندهن لها الوجه ديالها وصافي. وكنقدموها تتبرد ونقدموها بالصحة والراحة. نتمنى ان الوصفة تعجبكم اليوم. الا عجبتكم كتبوا لي في لي كومونتير، وغنبقى دائما اي وصفة في هاد رمضان هذا غادي نبارطاجيها معكم، اي حاجه صايبتها اللي تكون بسيطه واي واحد يقدر يصايبها. يلا خليكم، شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم.